للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة خصت. إنني متعاطفا جدا وأنا أدعي له. إنما من يجهل تاريخ يحضر حصة، من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير أنك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصة. اسأله للعلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاه ردي في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصة. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي وراحت بالضلوع الرصت.